مرحبا بكم اليوم الناس كل في قناتكم مساحة. اليوم هذه رسالة أخت الضحية اللي قلنا عليها سماح اللي تعد في برنامج حقق الأربعة. رسالتها الوحيدة كانت تحب توجهها مع السلطات المعنية بالأمر ومعناها باش ياخذوا حق أختها في القريب العاجل معناها، وبالأصح نوعا ما لازمتها يوقفوا معها وقفة صحيحة باش يعاونوها. زادة هي ما قالتش تحديد دائما لازم يعاونوها، هي نجم واحد يحسن في الظرف هذا خاطر هي أختها في الأصل راهي باش تخدم عليهم باش تعاونهم. اليوم يلقوا رواحهم في حالة صعيبة كبيرة ياسر، الاخت انديكابي في حاله وضعي يرثي لها، مش اكسيدون عادي كيما تعرفوا اكسيدون تاع كهرباء، اكسيدون مش عادي راه، فهمتني ولا؟ وانتم ماكس بارتاج مسوش الفيديو هذا للعباد المعنيه بالامر، وزاد ما تنسوش تدعوا السماح بشفاء العاج، وهكا نكونوا وصلنا نهايه الموضوع.